وقومية مدينة خانقين المتأخية خلال الفترة الماضية على تكريس وتعزيز أواصر التعايش الأخوي المشترك والحفاظ على مبادئ التعاضد والوقوف صفا واحدا بوجه الإرهاب الأعمى الذي يسعى لإشاعة الفرقة والتناحر أينما حل. مكونة خانقين أكدوا في تصريحات لمراسل فضائية خانقين أن الإرهاب لن يتمكن أبدا من زعزعة حالة التلاحم والتآزر بين أبناء خانقين بالرغم من الأحداث التي شهدتها مدن عراقية عدة خلال الفترة الماضية. أحداث العنف الطائفي فيما مضى وما تبعتها من العمليات العسكرية لم تعكر صفوة الأخوة والتعايش السلمي في خانقين والتأثير على مدى الترابط الاجتماعي والديني بين الطوائف ممن يسكنون في هذا القضاء. منذ تأسس مدينة خانقين ومنذ الأزل الأخوة والتآلف والمحبة موجودة بين كافة المذاهب وكافة الأديان وكلهم أخوة واحدة ومتآلفين ومتحابين. وفي هذه الأوقات وهذه الظروف أيضا مدينة خانقين بينهم المحبة والألفة، لا فرق بين مذهب وآخر وبين دين وآخر، وكلهم يأتون إلى الحسينية وأنا أذهب إلى زيارة الخطباء وأمة الجوامع الكرام. لم يتمكن أي قوة مهما كانت إن كانت داعش وإن كانت من القوى الأجنبية ومن القوى المنافقة من القوى التي تريد أن تفكك هذه الأسرة المتماسكة، لم يتمكنوا أن يفرقوا بيننا بين كرده وعربه وشيعه وسنيه، ولله الحمد والشكر نرى بأننا جميعا مختلطين ومتماسكين في الدفاع عن هذا الوطن، ولا يتمكنوا لا من قبل ولا الآن ولا في المستقبل إن شاء الله أن يفككوا هذه المدينة ونسيج هذه المدينة المتماسكة بإذن الله سبحانه وتعالى. الجهود الشعبية والأمنية والأخوة الأزلية بين كافة المكونات والطوائف والأعراق كانت أبرز الأسباب في الحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أبناء المدينة، إضافة إلى المواقف الموحدة من قبل جميع المكونات من اعتداءات داعش الإرهابية والوقوف صفا واحدا بوجه تلك الاعتداءات ومساندتها لقوات البيشمركة المدافع الحقيقي عن تلك المكونات. احنا اهالي خانقين احنا ناس متحدين كليا، واحنا عرب وكراد وتركمان مسيحيين وكافة الاقليات، احنا ما عندنا اي خوف من اي عدو حتى ولا كان داعش او غير داعش او اي عدو ما يقدر يأثر على اهالي خانقين، لان الناس في خانقين ناس مسلحين ومتحدين. ان شاء الله ايماننا كبير بالله والصالحين ان شاء الله، وبجيشنا وبيشمركة وكله إن شاء الله، وجودكم إن شاء الله. والله ماكو فارق كراد وعرب وتركمان بخانقين، وإحنا أب وجد هنا قاعدين بخانقين أبد، لا داعش ولا غير داعش غير علينا، وما كل إشكال إن شاء الله. ونرى أن مدينة خانقين احتضنت الآلاف من العوائل العربية والتركمانية ومن مختلف المذاهب والأديان منذ ظهور هذا القضاء بصورة عكست نموذجا للتآخي والتعايش السلمي. لفضائية كركوك من مدينة خانقين عباس الأركوازي. يتوافد ضد طلب